معلش يا عم بكسو، والله لازم زعلان يا جدعان، زعلان. لا اله الا الله، انا اللي عملت فيك كده يا عم بكسو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ وحشني جدا، واهلا بيكم في حلقه جديده من محاكي اكل الشارع. قبل ما نبدا عايزين نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجميل بتاعك ويلا بينا. طب يا جدعان، المفروض ان احنا وقفنا في الحلقه اللي فاتت على ان احنا هنروح نكلم الشرطي. انا مش عارف هو محتاج مني ايه تاني بعد اللي انا عملته المره اللي فاتت. والمفروض ان احنا بقالنا تقريبا 3 او 4 او 5 حلقات بندور على الاندرورد بتاع الراجل ده، مش عارف هو ضايع منه فين بصراحه، مش لاقيه لغايه دلوقتي. بس انا جات لي فكره النهارده يا جدعان، وان شاء الله نلاقيه. خلونا على طول نروح نعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض دلوقتي المنطقي يعني ان الغسالات تكون موجوده جوه البيت بتاعي عشان اقدر اطلع منها الاندروير. فخلونا ناخد الغسالات نروح نوديها عندنا في البيت، عشان انا عايز اخلص من المهمه بتاعت الراجل ده، لاني محتاج اشتري كتب جديده لعم باكسو، لانه بصراحه مش عاجبني في الشغل. الراجل ده ما بينجزش شغل يا جدعان معايا بصراحه. يعني بصوا يا جدعان، نزل لي التقييم على الاخر، يعني بعد كل ده وبعد الفلوس اللي جابها لي دي كلها، جاب لي 1,186,000,000 ال بي، ومش تمام برضه. فخلونا نكمل المهمه بتاعت الطباخ ده، هناخد الغسالات ديت وبعد كده نروح نوديها للبيت عندنا ونجرب بقى يا جدعان. والله هنشوف هتنفع ولا لا، يا رب تنفع ان شاء الله، يعني عشان اخلص المهمه بتاعت الراجل ده، عشان اتخنقت منه بصراحه. يعني قاعد يقول لي انا رومانسي، وفي الاخر طلب اندروير عشان هو للاسف بيعملها على روحه وهو نايم بالليل. فاحنا بنساعده بنعالجه يا جدعان، مفيش مشكله يعني. يا ريتني كنت اشتريت اتنين، ايه اللي خلاني رحت جبتهم يعني؟ انا معايا فلوس كتير يا باشا. طيب هنحطهم هنا. المفروض يا جدعان ان احنا البيت ده كله عايزين نظبطه، لسه عايزين نجيب له عفش كده ونفتح الاماكن دي كلها، بس لسه مش دلوقتي، دي هتبقى حلقه لوحدها ان شاء الله. خلونا بس نكمل المهمه. بسم الله. ايه ده؟ ما ينفعش اي حاجه يا جدعان. ده شكلها مش هتنفع. طيب هو في مشكله دلوقتي ان انا المفروض بستخدم الغساله دي كل يوم مره واحده بس، فخلونا نجرب كده نطلع على القايمة، يعني كأننا هنخرج من اللعبة ونرجع ندخلها تاني ونشوف هل هتنفع الحركة ديت ولا لا. خلونا نجرب تاني. اوه نفعت، نفعت يا جدعان. طيب خلونا بقى نقعد نجرب. انا مش عارف اصلا الاندر وير هيطلع من هنا ازاي، يعني مش فاهم يعني، هو مفيش حد بيغسل اصلا في الغسالة. خلونا نجرب تاني. يا مسهل الحال يا رب، شكلي كده هقعد اجرب طول الحلقة. هنقعد ساعة بقى نقعد نجرب عشان نطلع للراجل ده الاندر وير. يا جدعان مفيش حد عنده اندر وير كده زيادة ولا حاجة نديهوله، ولا اقوم اجيب له من عندي، ولا اعمل ايه؟ مش عارف والله. اخيرا طلع يا جدعان. طب ما نشوف الغسالة دي كمان. ايه ده؟ الغسالة دي ما طلعتش حاجة. طيب هو ده اللي احنا محتاجينه، كويس ان الحيلة نفعت يا جدعان. خلونا بقى نروح دلوقتي نديه للطباخ ونشوف هيطلب مننا ايه تاني. هو فين بقى؟ انا نسيت اصلا مكانه. وفي حاجه قابلتها غريبه جدا يا جدعان، انا بقى بيجي لي زباين غريبه مش موجوده عندي في القايمه اصلا. بصوا الراجل ده غريب جدا والله العظيم. ايه ده؟ شكله غريب يعني. احنا لو جينا نبص عندي هنا في القايمه بتاعه التقييم، الزبون ده اصلا مش موجود عندي. الزبون ده جه منين؟ الله اعلم. اه ثواني، انا كده فهمت يا جدعان. احنا المره اللي فاتت قابلنا يوتيوبر وقال لنا ان هو هيقول للمتابعين بتوعه ان في محل كفته فاتح هنا في المدينه، فتعالوا كله عنده يعني. فاتوقع ان هو بعت لي الزباين، والله كتر خيره بصراحه يعني. وهو اصلا ذات نفسه بقى بيجي ياكل عندنا. بصوا يا جدعان الزبون ده كمان. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، كل دي زباين. بصوا يا جدعان الزبون ده برضه ما شاء الله. ايه المتابعين الجمال دول؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ثواني كده، البنت دي ما كانتش عندي برضه. ايه ده؟ حاجه غريبه جدا. هو في ايه يا جدعان؟ انتوا بتهبدوا على الكراسي يا جدعان؟ عليها اقساط دي يا جماعه، بالراحه على الكراسي بالله عليكم، عشان عليها اقساط. لا الواد ده انا عارفه، الواد ده كان بيجي لي في الاول، ده اول واحد جالي اصلا، التيشيرت مقطع ده. ثواني كده. اه والراجل ده يا جدعان غريب جدا برضو، انا مش عارف ده بنت ولا ولد الصراحه يعني، شكله غريب جدا. تقريبا اليوتيوبر ده هو اللي بعته لي برضو، والراجل ده برضو غريب. بسم الله ما شاء الله، الله ينور، الله ينور عم باكسو، شد حيلك عم باكسو. المفروض ان انا شاري كل حاجه لعم باكسو. بصوا الظاهر كده ان انا قريت عليه، الغاز خلص. طيب بسرعه بقى قبل ما الزباين تمشي والتقييم ينزل اكتر من كده، حرام يعني والله. اتفضل يا عم باكسو، اتفضل يا باشا. هو احنا لو رحنا بعنا الاندر وير ده يا جدعان هيجيب فلوس؟ لا بس انا محتاجه دلوقتي، نبقى نطلع واحد تاني نجرب نبيعه. طيب ناخد شويه غاز كمان. اتفضل يا عم باكسو، مش حرمك من حاجه اهو يا باشا، شدي لي حيلك انت بس كده، انا عايز الزباين دي كلها تاكل النهارده وتتظبط النهارده ان شاء الله. طيب اتوقع ان احنا امورنا هنا كلها تمام، كل حاجه هنا تمام. الشمع هيخلص، عايزين نبخر المكان ضروري، ولا اقفل دلوقتي العم لا لا ثواني، انا محتاج فلوس الصراحه يعني. طيب الموظفين عندي انا دافع لهم كلهم ما شاء الله، والروبوت مليان مشروبات، واتوقع ان التقييم بدا يعلى معانا شويه. طيب دلوقتي عايزين بقى ناخد الاندر وير نديه للطباخ عشان نشوف هيطلب مننا ايه تاني، لان انا خلاص اتوقعت منه اي حاجه دلوقتي، كده كده هيطلب حاجه. اتفضل يا باشا، والله تعبت على ما جبتهولك والله العظيم.
تعبت على ما جبت لك الاندروير ده باشا، رحت اشتريت غسالات تقريبا، كنت هشتري المدينه كلها عشان خاطر اجيبه لك. اتفضل يا باشا، يا رب بس تديني حاجه حلوه. بيقول لي مقاسه كويس. طيب خلونا بقى نكلمه ونشوف هو محتاج ايه تاني. بيقول لي واو انت اديتني كل حاجه انا محتاجها. تقريبا هو دلوقتي بيشتكي من اصحابه او حاجه زي كده يعني، فبيقول ناس كتير جدا ابتدت ان هي ما تهتمش بيا لما انا طلبت منهم ورد احمر بدون سبب يعني، فانت عملت كل الكلام ده. كتر خيرك يا باشا، الله يكرمك الله يكرمك الله يسترك. بيقول لي انت باين عليك ان انت شخص محل ثقه. ايوه يا باشا، امال ايه، ده انا ما متصات هنا في المدينه. هنا بيقول لي انا بصدق بس الناس اللي بتزرع لي ورد وبتديني اندر ويرز. يلا باشا انجز بالله عليك، الزباين بتطفش من عند عم باكسو. بيقول لي انا عندي طلب صغير. بيقول لي من فضلك روح لمستر اكس قول له نفذ الخطه. ايه يا عم هتفجروا المدينه ولا ايه؟ بيقول لي انا عديت من عند اسم الشرطه كذا مره فبداوا يشكوا فيا يعني، فعشان كده انا بطلب منك ان انت توصل الرساله دي. بيقول لي خلي بالك على نفسك وشكرا جدا ليك. حلو. طيب الزباين كلها طفشت من عند عم باكسو، والتقييم بتاعي نزل جدا. نزل نص نجمة كمان. طيب اتوقع كده ان الفضائيين مش هيجوا تاني لما التقييم اكيد يعلى. عايزين بقى نخف شوية كراسي يا جدعان، لان احنا محتاجين لسه ان احنا نشتري كتب لعم باكسو. طيب اشيل الكراسي من تحت الزباين، التقييم هينزل اكتر من كده. مفيش مكان فاضي. طيب مفيش. اتوقع دلوقتي ان انا هقفل المحل بتاع عم باكسو، مش عايزينه شغال دلوقتي لغاية لما نخلص بقية المهمات ديت. يمكن نشتري كتب جديدة لعم باكسو عشان يذاكر فيها ويعرف يشتغل. طيب دلوقتي عايزين نروح لمستر اكس نبلغه بالرساله. مش عارف ايه هي الرساله اصلا انا بلغه بيها يعني. مستر اكس ده غريب جدا، فاتح جنب اسم الشرطه، ازاي لغايه دلوقتي ما عرفوش ان هو فاتح هنا؟ ولا انا هبلغ عنك يا. طيب خلونا كده نكلمه نشوف هو عايز ايه كمان. المفروض ان انا بوصل له رساله. بيقول لي ايه خير، هي دي مقابله يا اسطى؟ يعني انا جاي اوصل لك رساله في ايه يعني؟ طيب المفروض دلوقتي ان هم عايزين ينفذوا خطه، مش عارف خطه ايه بالظبط. فبيقول لي انفذ خطه. فبيقول لي استنى، هو اريال هو اللي بعتك عشان تقول لي الكلام ده؟ الظاهر كده ان اريال اللي هو الطباخ بقى واثق فيك. ايوه يا باشا، ده انا جبت له ورد وجبت له اندر وير يا عم. اكتر من كده، انت لو جبت لاي حد اندر وير خلاص انت كده بقيت محل ثقه. فبيقول لي اوكي، قول لاريال ان كل حاجه ماشيه زي الفل على حسب الخطه اللي احنا اتفقنا عليه. طيب اللي هي ايه بقى بالظبط؟ مش عارف، لسه هروح لاريال تاني. هو في ايه يا جدعان؟ طيب خلونا بقى طالما احنا هنا نشتري شويه ملح. اكيد عم باكسو محتاج ملح طبعا. هو بصوا يا جدعان لما بيجوع بيفتح اكياس من ديت ويقعد ياكل منها. طيب نرمي ده هنا، ممكن برضو نفجره عادي دلوقتي مفيش مشكله، نشوف يمكن يطلع حاجه مثلا. اتفضل يا باشا، معلش بقى فجر الصندوق ده عندك، انا اسف والله اسف معلش. حلوه دي، بس انا هاخد ملح اقدر اشتريها عادي من المكان اللي جنبنا ده. خلونا كده نروح نودي الملح. المفروض دلوقتي يا جدعان ان احنا عايزين نروح للرياف، احنا لسه هنكلم الطباخ تاني. طيب خلونا بقى نروح الاول نودي ملح لعم باكسو، وبعد كده نروح لاريال ونشوف ايه الحوار اللي معاه. المفروض دلوقتي ان احنا هنقول له ان احنا رحنا لمستر اكس وقال لنا كل حاجه ماشيه زي الفل على حسب الخطه بس كده. طيب التقييم بتاعنا عيله تاني ولا لا؟ عيله كويس. خلونا بس ندي الملح ده لعم باكسو. اتفضل يا باشا، ونروح بقى دلوقتي لاريال ونشوف ايه القصه اللي معاه تاني. ايوه يا عم اريال، انا رحت لمستر اكس يا باشا. بيقول لي هو انت كلمته؟ كويس. اريال تقريبا شكله اتهبل يا جدعان. بيقول لي قصه قصيره طويله مش عارف ازاي يعني. بيقول لي انا معايا كتب من المدينه الغامضه وعايز ابيعها. هو ده يا جدعان اللي احنا محتاجينه، احنا محتاجين الكتب الجديده دي. بيقول ان الكتب دي مش مسموح ان هو يبيعها لان ممكن ديت توديه السجن لو حد شافه بيبيع الكتب دي. عشان كده انا سالت مستر اكس ان هو يبيعهم عنده، لان الموضوع ده خطير لو انا بعتهم هنا عندي في المحل، وكمان اصلا انا ما عنديش مكان في المحل ان انا ابيعهم فيه. بيقول لي شكرا جدا لمساعدتك، لو انت مهتم بالكتب دي تروح للمحل بتاع مستر اكس. طيب اتوقع كده يا جدعان ان الكتب هو بعتها تقريبا لمستر اكس عشان يبيعها، فخلونا كده نروح نبص عليها نشوف اسعارها، نشوف هيبيعها غاليه رخيصه. طب الكتب دي هتبقى حلوه وحشه؟ المهم خلونا نروح شوف نزلت ولا لا عند مستر اكس. اتوقع ان هي هتبقى موجوده ان شاء الله يعني. اوه اهي هي دي يا جدعان الكتب اللي انا بدور عليها. طيب انا بقى للاسف معيش فلوس ليها للاسف النهارده يعني، ومش عارف احنا هنحتاج فلوس قدام ولا لا، فخلونا نسيبها لاخر حاجه. لو اتبقى معانا فلوس في الاخر ممكن نيجي نشتري كتاب منهم ولا حاجه. طيب هو ايه الفكره برضو ان الكتب دي يعني كتب مش راضي يبيعها عنده في المحل؟ ايه اللي فيها يعني؟ ده بكام؟ 56 مليون و1500. المفروض الكتاب ده بيخلي عم باكسو يشتغل وقت اطول، هم الكتب اللي احنا محتاجينها اصلا. هو ناقص عندنا دلوقتي تقريبا اربع كتب بس يعني، المفروض دلوقتي ان احنا نشتريهم. بس خلونا الاول نروح للشرطي نشوف هو محتاج مننا ايه الاول
قبل اي حاجة، وبعد كده بقى نشوف قصة الكتب دي، لان بصراحة مش معايا فلوس ليها دلوقتي. طيب هو ممكن يكون موجود فين يا جدعان؟ ثواني كده لما نخش اسم الشرطة. ايوه سلام عليكم. ايه ده وراح فين؟ ايه ده يا جدعان وراح فين؟ مش كان واقف هنا المرة اللي فاتت؟ وبعدين فين السلاح اللي كان هنا؟ حاجة غريبة جدا. طيب خلونا كده ندور عليه. ايه ده اقدر اخش هنا؟ ما اقدرش. طب هنا؟ ما اقدرش برضو. طيب اتوقع ان هو دلوقتي مستنيني بره. هيكون فين بقى؟ يمكن في الحديقة مثلا. مع اي حاجة بتحصل هنا في المدينة لازم تكون هنا في الحديقة، اي نصيبة تحصل بتكون هنا في المكان ده. وهنا المفروض فاضل لنا حتتين ارض نشتريهم، بس انا مش محتاج ان انا ازرع بصراحة، يعني انا بقيت راجل غني مليونير. ايه ده اهو؟ ايه ده اصلا انت مستخبي من ايه؟ ايه ده يا جدعان ده معاه السلاح؟ هو في حاجة هتحصل هنا ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة. ايه يا اسطى انت خدت السلاح ده ازاي اصلا؟ طلعت بيه ازاي من اسم الشرطة يا عم؟ انا نسيت اصلا ان هو شرطي عادي يعني. طيب خلونا كده نكلمه نشوف هو محتاج ايه تاني. قول يا عم رياف. قول يا باشا. بيقول لي ازيك عامل ايه؟ انا خلصت الورق بتاع سيسار والمفروض ان هو هيتنقل للسجن الرئيسي او العمومي. بيقول لي بقى انا هاخد البندقية ديت هوديها للمقر الرئيسي عشان تتفحص. مش عارف ليه الصراحة يعني. طب انت جاي تقول لي ليه؟ انا مالي طيب بالحاجات دي برضه؟ انا مش فاهم. بيقول لي زي ما انت اختبرت السلاح ده المفروض ان السلاح ده خطير جدا. تمام. هو المفروض ان انا كنت بضرب بيه يا جدعان انا مش فاكر مين اللي انا كنت بضربه. سيسار. طيب هو دلوقتي بيقول ان السلاح خطير جدا. رياف بيقول ان السلاح ده احنا مش عايزينه يقع في الايد الغلط. حلو. ايه ده بوم؟ في حاجة انفجرت يا جدعان. على فكرة هو بص ورا ليه كده؟ فجأة حاجة غريبة حصلت. رياف بيقول هو ايه اللي حصل؟ لا يا باشا ما تسيبليش السلاح بالله عليك. ده هيسيب لي السلاح. بيقول انا رايح اشوف ايه اللي حصل، خليك هنا احمي السلاح ده او خلي معاك السلاح يعني. بيقول ما ينفعش امشي ويكون السلاح ده معايا. اتوقع ان هو هيسيب لي السلاح يا جدعان. وراح فين؟ ايه ده هو نط من فوق السور ولا ايه؟ هو اختفى كده ليه مرة واحدة؟ طيب ده ساب لي السلاح هنا. ايه ده حاجة غريبة. هو انا هستعمل السلاح؟ انا مش فاهم حاجة. لا ثواني بقى كده لما اروح اشوف ايه اللي حصل هناك. اتوقع كده ان الانفجار اللي حصل ده عند عم باكسو تقريبا يعني. ايه ده يا جدعان انا مش فاهم حاجة. مال الانفجار اللي حصل ده حصل ازاي؟ في حد رمى قنبلة هنا على فكرة. طيب خلونا كده نروح ناخد السلاح ونشوف ايه اللي هيحصل. طب بس هو قال لي خلي بالك من السلاح. تمام هو المفروض ان انا هشيله عشان محدش ياخده يعني. طيب خلونا كده ناخد السلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه تمام. ايه ده ده انا بتفرج عليه. يا خراب اسود. لا طلعت بالغلط دي، لا مؤاخذه معلش انا اسف والله انا اسف. ايه ده راحت فين يا خرابي؟ ايه يا عم باكسو؟ فاهم يا عم باكسو انا لسه شايفك هناك دلوقتي عند العربيه. ايه اللي جابك هنا يا خراب اسود؟ ده جت في عم باكسو يا جدعان. يا خرابي قتلته بايدي، قتلته بايدي. طب ايه؟ اخلع انا بقى بسرعه. بدل ما حد يشوفني اما اروح اشوف عم باكسو ايه اللي حصل له. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه اللي جابك هنا عم باكسو بس؟ يعني انا مش فاهم عم باكسو بصراحه يعني. يعني انت سبت الدنيا كلها وجاي تتحرك وقت ما انا مسكت السلاح وجاي هنا عند الحديقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ انت لسه عايش؟ طيب الحمد لله يا جدعان ان هو لسه عايش. ايه ده وانا عايز اموت. الراجل تعب معانا يا جدعان من اول ما بدانا. طمنا عليك يا عم باكسو، تشتكي من حاجه؟ في حاجه وجعاك يا باشا؟ الراجل بيتالم قدامي وانا لسه بكلمه. طيب خلونا كده نشوف القصه اللي معايا يا جدعان. انا مش عارف ايه اللي جابه هنا بصراحه يعني. ساب العربيه هناك وجاي هنا يتمشى. لا وجاي في التوقيت الغلط، جاي وانا بجرب السلاح بصراحه. هي طلقه وطلعت غلط معلش يا عم باكسو انا اسف يعني. ما انا مش فاهم ايه اللي جابك هنا دلوقتي. طيب خلونا بقى نكلمه نشوف هو عايز ايه. بيقول انا اعتقد ان انا خدت ضربه وبتوجعني جدا. هو لسه فيها كلام عم باكسو؟ ما تخلص عم باكسو. بيقول انا كنت بتمشى بس مش عارف ايه اللي خبطني. معلش عم باكسو انا اسف والله. هو يعني انا اللي خبطتك بس يلا بقى معلش جت فيك معلش يلا مش مهم. بيقول لي الضربه دي كانت سريعه جدا انا ما لحقتش اشوف ايه اللي حصل. وبيقول دلوقتي انا رجلي بتوجعني جدا واكيد مش هعرف اشتغل. انا عارف ان انت بتتحجج دلوقتي لان انت بقالك كتير، بقالك 25 حلقه شغال. ما بتقفش ولا بتعطل ولا بترتاح ولا بتعمل اي حاجه. فانت ما صدقت بقى بتتلكك انت دلوقتي يا معلم. بيقول لي في مستشفى او دكتور قريب من هنا. بيقول لي ممكن تساعدني؟ اكيد يا عم باكسو هساعدك طبعا يعني. اكيد طبعا يا باشا انت ساعدتني كتير يعني.
بيقول لي انا هروح بقى البيت هحط عليه شويه باندج وهحاول اعالج نفسي الاول يعني. لا اله الا الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. معلش يا عم بكسو، والله لازم زعلان يا جدعان زعلان. لا اله الا الله، انا اللي عملت فيك كده يا عم بكسو. ايه ده، ما تقوم يا عم، انت بتستعبط يا عم بكسو. في يا عم بكسو؟ بعدين الضربه جت في ايدك يا باشا، جت في ايدك الشمال، رجلك مالها بالموضوع يعني؟ انت ما صدقت يا عم. قوم يا عم، ما تحزنيش عليك، بالله عليك قوم. يا ريت كان في اوبشن ان انا اشيله، والله انا مش عارف اعمل له حاجه بصراحه، انا اقعد اتفرج عليه كده لغايه لما اوصل البيت. تراني اتالم ولا تتكلم. ده عم بكسو اللي بيقول الجملتين دولت دلوقتي. يلا عم بكسو شد حيلك يا باشا، فاضل خطوتين بس على البيت. مفيش اي طب اشدك طيب. معلش يا عم بكسو، معلش معلش يا باشا، تعيش وتاخد غيرها يا باشا. قوم يا باشا، يلا يلا خش يا معلم خش. طيب هو المفروض ايه ده؟ ايه ده، هو في ايه؟ انت ما تكمل يا معلم، في ايه اللي حصل؟ انت هتستعبط بقى يعني؟ انت مشيت كل ده وجيت عند الحته دي مش قادر تخشها؟ هو في ايه يا جدعان؟ هو ماله ركن جنب البيت كده ليه؟ طيب المفروض دلوقتي تقريبا ان احنا هنروح للشرطي، احنا عايزين ننقذ عم بكسو الاول يا عم. المفروض دلوقتي نروح المستشفى يا جدعان، نبعت له اي حد ينقذه بدل ما هو مرمي قدام البيت كده. اعمل ايه طيب؟ مش عارف اسيبه والله العظيم، مش عارف. الراجل ده خدمني كتير جدا يا جدعان. مش طب لا اله الا الله، خلونا بقى نروح للرياف اقول له عن النصيبه السوداء اللي انا عملتها هنا في المدينه. هو فين بقى؟ اكيد واقف هنا. اتوقع ان انا اروح له بقى قسم الشرطه تقريبا يعني، عشان يقول لي ايه اللي حصل وايه القنبله اللي انفجرت عند محل عم بكسو. ايوه موجود هنا اهو، خلونا نكلمه. قول يا عم رياف. بيقول لي انت كنت فين؟ بيقول لي مش انا قلت لك تخلي بالك من السلاح، انت رحت فين؟ بيقول لي الحاجه الكويسه اللي حصلت ان مفيش حد خد السلاح ده، بس للاسف ضربت بيه عم بكسو من غير قصد والله العظيم. معرفش اول مره امسك اسلحه يا باشا، معرفش والله العظيم. تقريبا كده يا جدعان انا حكيت له على اللي حصل، والطلقه اللي طلعت من السلاح غلط وراحت لعم بكسو، فبيقول ده غلط هنا ان انا قلت لك تخلي بالك من السلاح فجاه. تقريبا هنا هيقول لي ايه سبب الانفجار اللي حصل في المدينه. بيقول ان كان في شويه عيال كده بيلعبوا بالبومب والصاريخ والحاجات دي. يا عم خضتني يا عم، انا فكرت في نصيبه حصلت هنا في المدينه. بيقول لي انا مش عارف هم جابوا الحاجات دي منين، صوتها شبه بالظبط القنابل اللي موجوده هنا في المدينه، بس كويس ان مفيش حد اتاذى من الموضوع ده. بيقول لي ايه، صاحبك عايز يروح للمستشفى؟ ايوه يا باشا هو عايز يروح للمستشفى. تقريبا انا لسه ما حكيتلوش على اللي حصل. بيقول لي مستشفى؟ انا اسف جدا، المدينه ما فيهاش مستشفى. امال انتوا عايشين ازاي باشا لما حد بيتعب عندكم يعني؟ بتعملوا فيه ايه يعني؟ بترموه يعني ولا بتدفنوه على طول ولا ايه بالظبط؟ بيقول في مدينه جنبنا اللي هي مدينه وورنت فيها مستشفى، بس هنا دلوقتي ما فيش مستشفى. وبيقول ان في مستشفى في مدينه ثانيه قريبه من هنا، بس المدينه دي لسه مقفوله. اتوقع دي يا جدعان اللعبه الجديده تقريبا كده يعني، قصه اللعبه الجديده هتكون عن نيرفا واتوقع كده يعني. فان شاء الله اول ما تنزل هنجربها اكيد يعني. وبيقول ان انا سمعت ان في كائنات كتير هربت بره المدينه ديت، عشان كده قافلينها ما بيسمحوش لحد يخش ولا يخرج من المدينه دي. وبيقول ده لو الدكتور لسه عايش كمان هناك، يعني ممكن يكون الدكتور مات ذات نفسه. انا مش فاهم حاجه. بيقول لي اسف انا نسيت اللي انت قلته. ايه يا عم وانا لسه هعيد لك كل الكلام ده من تاني؟ الراجل تعبان مرمي قدام البيت عندي، اعمل فيه ايه؟ بيقول انا هحاول ادور لك على مساعده، بس الموضوع ده هياخد مني وقت، فروح دلوقتي واهتم بصاحبك. طيب دلوقتي المفروض ان احنا نروح لعم بكسو نقول له مش لاقيين علاج. طيب دلوقتي يا جدعان في مشكله، عم بكسو دلوقتي اتصاب، يعني احنا هنعمل فيه ايه بقى يعني؟ ايه ده، ده قام واقف اهو ما شاء الله. ايه ده، ثواني، هو مين اللي واقف ده؟ ده عم بكسو صح؟ الله، هو في ايه يا جدعان؟ ايه اللي حصل له؟ ايه ده يا اسطى، انت حطيت باندج؟ عم بكسو بيهزر والله العظيم. انا شايف الطلقه وهي بتدخل هنا، يعني هي اتخبط من هنا تقريبا، هو مسدس خرز اتوقع كده يعني، لان الراجل زي ما انتم شايفين الحمد لله واقف على رجله يعني. فالمفروض ان الطلقه جت في كتفه الشمال، هو دلوقتي رابط ايده اليمين ورابط رجله الشمال، هو كده بيستعبط، هو كده مش عايز يشتغل، هو ما صدق لقى حجه عشان يخلع من الشغل. طب يا جدعان خلونا نكلمه نشوف محتاج ايه. بيقول لي انا استخدمت شنطه الطوارئ اللي هي الفيرست كيت. وبيقول لي انت لقيت مستشفى؟ لا يا باشا والله ما فيش مستشفى هنا للاسف عشان تعالجك للاسف. طبعا دلوقتي هو اتفاجئ للاسف يعني، فبيقول لي ايه ما فيش مستشفيات؟ ده انا كده مش هعرف اتعالج او هاخد وقت كبير قوي على ما اتعالج. بيقول لي للاسف انا محتاج ان انا استنى، لان انا مش هعرف اشتغل بالحاله دي. خد راحتك يا عم بكسو، انت ياما خدمتني كتير يا باشا. والله عم بكسو ده غلبان قوي يا جدعان، غلبان قوي. انا لغايه دلوقتي ما قلتلوش ان انا اللي ضربت الطلقه بالغلط. بيقول لي ده غلط انا، وانا اسف ان انا حطيتك في مشكله معايا، احنا دلوقتي مش هنقدر نكسب اي فلوس. معلش يا عم بكسو انا استحملك يومين عادي يعني، ما فيش مشكله يعني، بس مش اكتر من كده والنبي، الا لو في حل تاني يعني، لو لقينا مستشفى مثلا يعني. بيقول انا مش مهتم بالموضوع ده طالما اقدر اخفف نفسي او اتعالج يعني بنفسي. حلو، هو انت هتفضل واقف هنا يا عم بكسو ولا انت حورك ايه يعني؟ مش فاهم يعني. ما انت قول لي بقى، انت هتفضل واقف كده يعني؟ طب انت راجل تعبان دلوقتي، ما تخش تريح يا عم.
انا واقف قدام البيت تشحت ولا ايه؟ انا مش فاهم والله العظيم واقف بره كده ليه. طيب المفروض دلوقتي هنكلم مين؟ ايه ده، ده احنا نروح نكلم الساحره يا جدعان تقريبا. طيب خلونا كده نروح نكلمها، اتوقع ان هي هتقول لي على حاجه مهمه جدا بخصوص عم باكسو اكيد يعني، لان انا اول مره اكلمها تقريبا. اخر مره اتكلمت معاها اديت لها التذكره اللي انا اشتريتها بفلوس، بس ما عملتش حاجه اكتر من كده. طيب خلونا كده نكلمها، المفروض ان هي مستخبيه هنا تقريبا، مستخبيه من الحكومه تقريبا لان بتبيع حاجات غريبه هنا. طيب خلونا كده نكلمها، المفروض ان هي اسمها ويتش اللي هي الساحره يعني. حلو خلونا نكلمها نشوف ايه الحكايه. ايه ده بتقول لي ازيك يا حبيب قلبي بتقول لي انت عايز تشتري ايه؟ لا انا مش عايز اشتري والله، انا جاي اقول لك تقريبا على حاجه يعني. بتقول لي صاحبك اتصاب بطلقه من سلاح فضائيين، وتقريبا انا بقول لها مفيش مستشفى للاسف عشان نعالجه فيها، فبتقول ان انت جاي لي هنا عشان ان مفيش مستشفى. بتقول انا اعتقد ان انا اقدر اساعدك. قبل اي حاجه انا احتاج منك حاجه واحده بس، اللي هي مقشه سحريه، انا هحتاجها في ان انا استخدمها في السحر. المفروض دلوقتي ان انا هجيب لها المقشه دي منين؟ انا مش عارف يعني. والخبر الوحش للاسف المقشه دي ضاعت مني، ممكن تساعدني ان انت تلاقيها لي؟ يا ترى بقى المقشه دي هتكون فين يا جدعان؟ يا ترى المفروض ان هي محتاجه مقشه سحريه، اجيبها لها منين بقى؟ اروح ورنت اجيبها لها وارجع لها تاني ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. طيب خلونا كده، ايه ده؟ ثواني كده، هو انت هتهزري؟ ما المقشه هنا ايه؟ كويس ان هي هنا يا جدعان والله، ما دختش عليها في المدينه، هي اصلا مش هتبان في اي مكان يعني. هي شكلها بتستعبط تقريبا. طيب خلونا نديها لها. بتقولي شكرا يا حبيبي على ان انت لقيت المقشه. بتقولي بقى هات لي صاحبك التعبان ده هنا علشان نبدا طقوس العلاج، تقريبا هتعالجه بالسحر تقريبا يعني، اتوقع كده. اوه ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ هي مش دي الحديقه اللي جنبي على طول؟ هي بتاعتها، هي اللي فتحتها. ايه ده، هي هتعالج عم باكسو تقريبا صح؟ وبعدين الدنيا بتشتي، اول مره اشوف الدنيا بتشتي هنا. ايه وليه وديت عم باكسو فين؟ انت رميتيه في البلاعه ولا ايه؟ اطلع عم باكسو، فيا عم باكسو طمني عليك يا باشا، يا رميتك ولا ها ايه؟ ايه ده يا جدعان، ده عالجته بجد، وانا اللي فكرتها هترميه في البلاعه. عم باكسو دلوقتي فرحان وبيقول ان جسمي ما عادش بيوجعني زي الاول، فالسحره بتقول له انت حاسس بايه دلوقتي؟ بيقول لها انا حاسس ان انا بقيت كويس، شكرا جدا ليكي، ومفيش دلوقتي وجع ولا اي حاجه. بيقول لها انت عالجتيني ازاي وليه رميتيني في البير ده؟ فالسحره دلوقتي بتقول له النوع بتاع البير ده ممكن تلاقيه في اي مكان في العالم. هي هنا بتقول له حاجه غريبه جدا يا جدعان، بتقول لسبب ما كل بير عنده طاقه اسطوريه او طاقه قويه جدا، لدرجه ان هي بتخلي البير ده موجود فيه ارواح دايما. بحسن الحظ ان الروح اللي ساكنه البير ده روح كويسه وطيبه، وبتقول ان الروح الطيبه اللي موجوده في البير ده عرفت كتير عن ازاي تعالج وكده يعني، فكونت مكان او خلت المكان ده للعلاج يعني، عملته مستشفى من الاخر يعني، في البير ده، البير ده مستشفى دلوقتي. فعم باكسو دلوقتي بيقول لها عشان كده انا حسيت ان في حاجه بتخرج من جسمي، تقلقيش انا حاسس ان انا بقيت كويس جدا وشكرا جدا تاني ليك. فالساحره دلوقتي بتقول له مفيش مشكله بس ما تقوليش تاني يا انسه. يا عم باكسو بقى ما تخلص بقى، انت مش عايز تشتغل ولا ايه يا عم؟ في ايه يا عم باكسو ما تروق كده؟ بيقول لي دلوقتي هو ده الوقت اللي انا اقدر ارجع فيه الشغل. عم باكسو دلوقتي بيقول انا عايز اشتغل بقى بجد، وبالاخص لما انا شفتك. امال انت كنت بتهزر قبل كده ولا ايه؟ انت ساعدتني ان انا اشتري الكتب اللي انا اتعلم منها ازاي اطبخ، وطورت العربيه بتاعت الكفته، ولقيت وجبات كتير جدا للعربيه دي، واشتريت لنا 3 محلات عشان نبيع فيهم الكفته، وخدت هديه من عمده المدينه. بيقول لي كل الحاجات اللي انا بشوفها ديت هتخليني متحمس للشغل. بيقول لي اعتقد دلوقتي ان احنا عندنا افضل محل كفته في العالم كله. بيقول لي شكرا جدا، هسيبك دلوقتي عشان ارجع للشغل. ارجع يا عم باكسو، الف مبروك يا عم باكسو. طيب دلوقتي خلصنا الشابتر الرابع كمان، حلو. عم باكسو رجع للشغل يا جدعان، الحمد لله عالجناه. طيب الغريب بقى هنا ان المكان ده يا جدعان اتفتح. اقدر انزل هنا؟ ما اقدرش انزل هنا. بعدين الساحره عالجت عم باكسو في المكان ده، فتوقع ان في ارواح هتطلع بعد كده من المكان ده، لان الساحره عماله تتكلم في الموضوع ده كتير يعني. طيب في حاجه اقدر احط حاجه هنا؟ ما اقدرش يا جدعان، بس انا فرحان جدا ان المكان ده اتفتح بصراحه، حاجه كده تفتح النفس بصراحه للزبائن. اهم حاجه عندي المحل بتاعي. طيب ايه ده؟ اوه ايه ده، احنا نقابل نيرفا؟ دي حاجه غريبه جدا، المفروض ان نيرفا يا جدعان قالت ان هي هتسيب المدينه وخلاص، حلت لها مشكلتها وبتاع، والكائن الكبير اللي كان جاي هنا في المدينه ده، هي رجعت تاني ليه؟ خلاص احنا الحمد لله اخيرا خلصنا المهمه بتاعت الطباخ اللي كان عايز الاندر وير، وقفنا دلوقتي عند نيرفا. طيب دلوقتي انا معايا شويه فلوس عايزين نصرفهم كده قبل ما اقفل،
ثواني كده اما نشوف ايه حكايه الدبان ده. هو الدبان رجع تاني ليه يا ابني؟ انا قلت لك كذا مره ما تمشيش من غير ما تحاسب. طيب دلوقتي عم باكسو المفروض فاضل له 4 كتب. ايه ده؟ وده اخوه؟ هو مش قادر يجري اصلا. طيب دلوقتي احنا معانا كام يا جدعان؟ 1,187,000,000 وعندنا 1,367. حلو، خلونا كده نخش عند النجار ده، ممكن نشتري من عنده اي حاجه قبل ما نقفل كده. ايه ده؟ يوسفه؟ ايه ده يا جدعان؟ هي دي الكنبه بتاعت عم باكسو؟ معقوله الكلام ده؟ وفي عندنا هنا البيد روم، طبعا دي الحاجات اللي موجوده كلها في البيت تقريبا يعني. وهنا عندنا اقدر اكبر العربيه كمان، لسه معانا كمان تطوير. وعندنا هنا حاجه غريبه جدا يا جدعان، المره اللي فاتت انا كنت عايز اشتريها الصراحه. دي ايه بقى؟ المفروض ان هي هتفتح ترابيزه، بس الترابيزه دي ايه؟ انا مش فاهم. المفروض ان هي محتاجه 1000 اس بي و75 مليون ال بي. حلو، طيب خلونا كده نفتح ديت. انا بصراحه متحمس، عايز اعرف دي ايه بالظبط. صرفنا الفلوس على الفاضي يا جدعان، انا مش عارف دي ايه بالظبط. تقريبا حدثنا الترابيزه اللي جنب عم باكسو اتوقع كده. اوه تمام كده، مظبوط كده يا جدعان، احنا حدثنا الترابيزه دي. مش عارف ليه، هو كده كده عم باكسو المفروض ان هو وعدني ان هو هيشتغل كويس ويشتغل بجد عن الاول، فالمفروض يكون اسرع من الاول يعني، المفروض يعني. انا مش عارف ايه الحكمه من ان احنا طورنا الترابيزه دي اصلا، هو كده كده الترابيزه الثانيه كانت بتشيل اكتر. ايه ده؟ ثواني كده يا جدعان، ما شاء الله عم باكسو حاسه سريع جدا. احنا كان اخرنا هنا طبقين على فكره، دلوقتي ما شاء الله عليه، الله اكبر عليه، بقى متحمس للشغل اكتر من الاول. الله ينور عم باكسو، الله ينور يا باشا. طيب ايه اللي نقدر نشتريه تاني؟ لا احنا نسيب نيرفا المره الجايه ان شاء الله. طيب نقدر نشتري حاجه من هنا تاني؟ اتوقع ان ديت يا جدعان الكنبه اللي بينام عليها عم باكسو، اشتري له مش مهم يا عم. يلا يا باشا يلا، ها كده خلاص اشتريتها يا جدعان اخيرا. في حرامي داخل اهوت على البودي جاردايا. طيب انا هسيبها تتعامل معاه بقى. ايوه الله ينور. طيب المكان ده غريب جدا يا جدعان برضو، احنا نعمل ايه هنا؟ انا مش فاهم، مفيش حاجه ممكن تتحط في المكان ده خالص يعني، انا مش عارف ايه اللي هنعمله هنا في المكان ده. طيب خلونا كده نشوف نقدر نشتري حاجه تاني. طب احنا كده محتاجين عمله السوبيا كتير جدا، في حاجات هنا ممكن نفتحها يا جدعان، بس تقريبا دي الحاجات اللي عندي في البيت، فنخليها دلوقتي لغايه لما نيجي الحلقه بتاعه تظبيط البيت ان شاء الله. والراجل ده المفروض ان احنا بنجمع له اصحابه، بنرماله هنا في البيت بتاع الارواح ده. لغايه دلوقتي تقريبا انا رميت له 5 أو 6 حاجه زي كده يعني، فاضل لنا حاجه بسيطه، انا مش عارف هنستفاد ايه في الاخر. طيب خلونا كده نروح نطمن على الكنبه بتاعت عم باكسو، نشوفها اتغيرت ولا لا. اوه اخيرا يا جدعان الكنبه اتغيرت، ده شبه اللي انا اشتريتها. اخيرا يا جدعان، ده كانت عفنه، كان بيجي من الشغل من بره يجي بينام بعفنته على طول على الكنبه، كان بيعمل حمام عليها وبيعمل كل حاجه هنا على الكنبه دي. اخيرا غيرتها له يا جدعان، اخيرا. يلا من نفسه يا جدعان، مفيش مشكله يعني. خلونا كده نغير اللبس لعم باكسو برضه، نغير له الطقم كده، كل يوم نغير له طقم يا جدعان، مفيش مشكله. غلبان عم باكسو غلبان. انا ممكن اختار من الحاجات اللي انا اشتريتها المره، خلونا نشتري الطقم ده شكله حلو على فكره. 15 مليون، الله. حلو الطقم ده يا عم باكسو، ايه رايك يا عم باكسو؟ طيب خلونا نروح نغير كمان شكل العربيه بالمره، نديها سكن كده ولا حاجة. نختار ايه بقى؟ نختار اغلى حاجة من هنا. ممكن نختار ايه يا جدعان؟ دي نغير الشكل ده، العربية الصفرة دي مش عارف هتبقى شكلها حلو ولا لا، مرسوم عليها كفتة وبتاع. في عربية مرسوم عليها جرايد، مش عارف اختار ايه، اختار دي. يلا نجربها ب 10 مليون. حلوة دي برضو، شكلها حلو والله، لايقة مع المكان، مع اللون الاصفر في المكان. المفروض ان احنا كنا هنظبط المحل، بس للاسف طبعا زي ما انتم شايفين الحوار بتاع اللي حصل في المدينه النهارده ده ضيع لي الوقت جامد، فاحنا نظبط المحل في وقت تاني ان شاء الله. مش عارف دلوقتي اقدر اشتري كتاب من الكتب اللي عند مستر اكس ولا لا، خلونا كده نروح نبص بص عليه برضو كده، نشوف هنقدر نشتري حاجه من عنده. انا مش فاكر اول كتاب كان بكام الصراحه، محتاجين عمله الاس بي كتير قوي يا جدعان الصراحه يعني. الايام اللي جايه هي صعبه جدا، لان انا ببيع الوجبه ب 2 جنيه 2 اس بي بس، دي حاجه صراحه متعبه. ماشي خلونا ناخد الملح ده، وناخد كمان كيسين معانا او 3. اول كتاب محتاج 600 اس بي و45 مليون، ما اقدرش اشتريه طبعا للاسف. الكتب دي غاليه كده ليه؟ في ايه؟ هو انت اصلا مغلي الكتب دي كده ليه اصلا؟ هو انت عشان بتبيعها كممنوعات يعني فغاليه يعني ولا ايه؟ مش فاهم. بقول لك ايه، انا اروح ابلغ عليك دلوقتي، خلينا نخلص منك بقى. يا ريت نعرف ابلغ عنه الراجل ده، هو بصراحه بيساعدني. خش هنا كده نبص على عم رياف، شوف هو واقف، واقف لسه زي ما هو. انا مش عارف السلاح وداه فين، حاجه غريبه. طيب خلونا نروح نودي الملح ده لعم باكسو بسرعه جدا. اتفضل يا عم باكسو، الزبائن بتجري من وراك، عايزين نشوف حل للزبائن اللي بتجري دي. ملهاش بودي جارد ناجره؟ عشان الزبائن دي مش محترمه،
الزباين دي قللت الادب. تعال يا هلحقك هلحق. لحقتك يا حبيبي تعال. ايه ده انا شايف فلفلايه داخله عندي تاكل من عندي. فلفلايه داخله تاكل كفته. طيب التقييم اخباره ايه يا جدعان؟ التقييم زي ما انتوا شايفين بقى زفت والله العظيم. اعمى بكسر عمال تقول لي اشتغل بجد واشتغل كويس وبتاع والتقييم نزلته لي كده ينفع؟ طيب فين المتابعين بتاع اسمه ايه؟ جو ايام بتاع المره اللي فاتت. ايوه ده متابع من المتابعين بتوع جو ايام اللي انتوا ما تعرفوش يا جدعان. ان انا بحثت على جو ايام ده لقيت ان قناته فيها 18.5 مليون مشترك. يعني وعدنا رب ان شاء الله. يعني ما انتوا لو بتحطوا لايكات كنا وصلنا 100,000 من الصبح. اكيد مش هتنسوا المره دي تحطوا لايك على الفيديو ده اكيد. يعني طب يا جدعان هوقف حلقه النهارده على كده وان شاء الله نكمل الحلقه الجايه. فيا رب تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده واشوفكم على خير في حلقه جديده باذن الله. السلام عليكم.